يقول هذا: سألتكم من قبل عن حكم قول المصلي دبر الصلاة: اللهم قني عذابك يوم تبعث عباده، لأنها جاءت عند مسلم من حديث البراء قال: وسمعته يقول، علما أن الألباني قال: أصح الأقوال فيها أنها شاذة، هذا في الصحيحة، ثم حسنها في صحيح الترغيب، فما القول الفصل؟ القول الفصل هو ما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة بأن هذه شاذة، وكلام الشيخ ناصر في الصحيحة مقدم على كلامه في صحيح الترغيب، لأن صحيح الترغيب كتاب قديم له، فهذه لفظة شاذة، وإنما هي من أذكار النوم وليست من أذكار الصلاة.